إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب المنون صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. على أي شيء نبنيها صحبتنا احنا؟ خلوا نكون واقعيين. على ها كيف جيوبك؟ قال أمور خيبة. قال بس عبري صديقك هم توديني؟ قال بوديك تشتبى. بس هشتبى هشتبى اليوم تبى مشويات؟ تبى عرايس؟ تبى نقط؟ وبس أبا وبتشني معك سفر؟ أنا فعلت ما طلبت إلا وقت أبشر. وبتلقاه الريان مسكين لا في العير ولا في النار. حادثة.